يقول السائل: إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ إذا إيش؟ إذا رجع الحاج إلى أهله وزاره أقاربه وأقام لهم وليمة، فهل يكون ذلك من البدع؟ لا، هذا من العادات المباحات، إن الغايب إذا قدم يقام له وليمة أو هو يقيم وليمة للناس، هذا من العادات والمباحات، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، إلا إن كان يعتقد أن هذا من الحج أو تابع للحج، هذا لا يجوز. أما إن كان يفعل هذا من باب العادة والفرح بقدومه وجمع الأقارب والأحباب فلا بأس بذلك.